كما أكدت عائلة قبيل في مملكة البحرين تماسكهم ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما أكدت تأييدها التام لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين والتي من شأنها الحفاظ على النسيج الوطني من كل المحاولات المتكررة واليائسة لشق الصف والتأثير على الوحدة الوطنية.